مشاهدينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم وأهلا بكم وسهلا في برنامج الحدث الأبرز. لم تبارح الأحزاب السياسية المعارضة في موريتانيا صولاتها وجولاتها بين رافض للحوار مع النظام ومطالب به، وبين هذا وذاك تبقى هناك جملة من التساؤلات يطرحها المواطن الموريتاني. من أجل الإجابة على تلك التساؤلات يسعدني أن أستضيف هنا في الاستوديو الليلة الأمين العام لحزب التناوب الديمقراطي إناد السيد سيدي ول الكوري لمناقشته حول الأوضاع الراهنة السياسية طبعا، وخاصة فيما يتعلق بالحوار وتداعيات قرار السلطة الموريتانية افتتاح جلساته غدا الخميس إن شاء الله. سيد الرئيس، مساء الخير. ثم كنت بزمن الدور تحاور الدور مدى تتحاور معها الدور مدى تشد معكم الأخبار وجملة المشاكل والقضايا المطروحة. طيب طرحتم ولي عقبة قدام ذا، قلت لكم كم دور مدى تعدلكم تمهيدات، ياك يخلق في الشد الأخبار، ياك يخلق نوع من التقارب، نوع من التغازل بينكم انتم والنظام. ضرب ذا طرح بين يديكم، ذا اللي حاكمكم عما تشاركوا حالا في هذا الحوار المرتقب شنو؟ شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية الله اللي عنا أي حديث عن الحوار عنه لا بد من يسبقه الظروف اللي اقتضت عن يعود همات فيها حوار سياسي. الناس كاملها تعرف عن خلق همات فيها انقلاب عسكري في 2008 على حكومة منتخبة ديمقراطيا ونظام سيدي الشيخ عبد الله أنذاك. ومن ذاك الحين اللي نحن في المعارضة نبحث عن حل لذيك الأزمة وعودة الديمقراطية لعودة البلد للديمقراطية من جديد. وراء ذلك خلق قدر من المستجدات على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى السياسي وعلى المستوى الاجتماعي وعلى المستوى الأمني. اليوم ما فهم حد يقدر ينكر عن البلد عنها تعيش مرحلة متقدمة من الأزمات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية على كافة الأصعد. على المستوى الاقتصادي فمات فيها أزمة خطيرة ومتفاقمة، ما هي ناتجة أساسا عن اللي قالوا ندرة في الموارد، هي غير ناتجة عن سوء تسيير وتخطيط للثروة، وناتجة عن نهب المنظم والمنهج للثروات من طرف هذا النظام الحاكم. على المستوى الاجتماعي كذلك توجد أزمة البطالة متفشية في صفوف الشباب، توجد كذلك مشاكل على مستوى الصحة، هنالك مشاكل كذلك على مستوى توفير المياه، مشاكل كذلك على مستوى التعليم، هنالك مستويات من الفقر لم تسجل من قبل في هذه المناطق. على المستوى الأمني كذلك توجد تعقيدات أخرى. على المستوى الدبلوماسي إذا الحاجة اليوم تتطلب أن يكون هنالك حوار. ونحن بعد الدعوة اللي عدى رأس النظام في خطاب شنقيطي اعتمدنا الحوار كوسيلة لإخراج البلد من الأزمات، واعتبرنا عن التغيير اللي نسعى له عن وسيلته اللي أقل تكلفة اللي هي تعود الحوار. هي غير الحوار بالنسبة لنا والحوار بالنسبة للنظام ما هو واحد، ما هو سي يعني، ولذلك السبب لازلنا لين عدل تفصيل في ذاك الإطار. طيب سيد الرئيس، ملاحظ الشارع الموريتاني عليكم دائما قابلين للنظام انقلاب 2008 اتاش على بال، وعلى انه هو مشكلتكم قاعد مع النظام وتبرم اللي تعقبوا هذا بقضيه الاوضاع السياسيه المزريه اللي قلتوا انتم على انها واقعه واقعه. طيب هذا انقلاب 2008 عقبوا ياسر من 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 من, من السيد حقيقه ما المواطن ما يقدر يكون يعود على الاقل واضحه له كيف الانتخابات اللي كانت بشهادة بعض من الأحزاب المعارضة الكبيرة بعلنها نزيهة، الحالة الاقتصادية ولا الوضعية الاقتصادية للمواطن اللي تكلمت عنها اللي قلت انها أعلنها في ياسر من الانحطاط، المواطن شهد حالة من 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 الرقي في الوسائل الاقتصادية المتاحة له، فما فيها بنى تحتية تعدل، أطباب، مستشفيات، فما فيها مدارس، فما فيها جامعات، فما أشياء ما يقدموا تقمرون طمع عينيكم.
يعني تقاموا عنكم وطالبين مواطن مدعي لانه قام بعينه. اعطوني السؤال يعني. وتقولوا هذه مشكلتنا مع النظام على انه مهمل ومفسد ولا نقدر نحاوره. اعطيني السؤال. طيب السؤال عليكم انتم هنا تيا هذا الكلام دوره من الاستصار. المواطن فما تيا الشيء ملموس على الواقع هو جبر. كان يدودرو ما قاطع جبار السابق ذا ونجبار حاله. مطروحه على مشكله المعارضه عليكم انتم تفنتوا في هذا الموجود وتقولوا احنا ما قدرنا ندخل حوار مع النظام به اللي ما عدل ولا عدل مع انه هو ذا اللي عدل موجود على 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 الواقع. معناكم انتم دور المواطن يقمر عينكم ودور انتم تقمر عينكم عن ذا المواطن. على كل حال فعلا ذا اللي عدل النظام كامل اليوم والشوف على ارض الواقع به اللي جميع الازمات اليوم اللي تخبط فيها البلاد واللي تحدث عنها في كلامي السابق هذا اليوم ما تجد حد ينكرها وانكرها وفساد النظام ما تجد حد ينكره. اليوم ذكوة واضح ومجسد على أرض الواقع. كانت الناس خدعت بالشعارات اللي جاب النظام في بداية مشيش غير عقب تكتشفت زيفة في 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 فيما بعد. اليوم النسب المسجلة على مستوى الفقر ما خالك شيء على منها والتقارير الأممية كاملة تثبت مصداقية ذاك اللي تقول المعارضة. تردي الخدمات على مستوى الكهرباء وعلى مستوى المياه وعلى مستوى الصحة وعلى مستوى التعليم موجة العطش اللي تجتاح البلاد من شرقها إلى غربها هذه اليوم ما يقدر حد يتكذب. ورأس الدولة في جميع الزيارات اللي عدل المناطق الداخلية عرضت للمواطنين الرافدين شركانات الصفر. ارتفاع الأسعار اليوم الجنوني اللي ما قد خفض منه خاصة اللي قالوا أسعار المحروقات اللي ما بيها اليوم الدولة تنقص واللي تتربح على 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 من جيوب المواطن بعد نهبه لجميع ثرواته صفحه اليوم الوسيله الوحيده هي التحصيل الضريبي والتربح على حساب المواطن هذا اليوم اللي ما يجد حد ينكره. يا غير قاعد احنا منين عدوا نخلصوا اي نظام وانجازاته يعطينا خرصوه من مستوى يعني قالوا الحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه للمواطن الموريتاني شو تحقق فيها؟ شو تحقق المواطن الموريتاني في جانب السكن؟ شو تحقق في جانب المياه؟ الحق في 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 الشرب، حقق في الحق في التعليم. اليوم التعليم منهار، المنظومة التعليمية الناس كاملة تشهد عنها في حالة انهيار. تحقق له في الجانب الصحي. اليوم من درايه كانت تقصت نسبة الناس اللي كانت ترتفع شورى الخارج، اليوم ما زالت موجودة نفس النسب اللي ترتفع شورى الخارج. تحقق له على مستوى الضمان الاجتماعي، تحقق له على مستوى زيادة الأجور. اليوم فساد هذا النظام مستشري في جميع مناحي الدولة. فساد عام. طيب إذا هاي درك الإنجازات في مجال الفساد تبارك الله. مشات الى مراحل متقدمه والنظام تحول من محارب للفساد الى راعي رسمي للفساد. طيب جميع الصفقات تثبت جديه معه. طيب سيد الرئيس اذا نفترضوا كاع جدلا على ان كلامك صحيح على النظام مفسد وعلى الوضعيه على كلامي صحيح. طيب نفترض جدلا على الحقيقه هو ما كان اولى بعلكم تقعدوا مع اخوتكم ونوراكم وتقعدوا وتسطروا وتطرحوا وتقرعوا الشقالة لذا اللي انتم من انفسكم شفتوا على انه معيوبات وتوجهوا لهم وتقادوا لهم ايديهم وذاك اللي هما ظاهر لهم على انه تقريبا صالح تنعتوا لهم انتم فيه بدل من تقعدوا انتم وتقولوا احنا قاعدين مشاركين في الحوار من دراي كان هذا يخدم قاع. هذا هو اللي عدلنا بالضبط. احنا بعد الدعوة اللي قلت لك احنا عدلنا وثيقة متكاملة ونظرا للتجارب السابقة احنا عندنا تجارب مريرة فذلين قالوا الحوار مع النظام وقلت لك في البداية عنا اعتمدنا الوسيلة الحوار كوسيلة لحل هذا اللي قالوا مشاكل الموريتانيين بصفة 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 عامة بين اللي نعتبروا عنه من أكثر الوسائل من أقل الوسائل تكلفة. لذلك السبب اعتمدنا خيار الحوار. بعد ذيك الدعوة نحن عدنا بعد الحوار قانوني نحن عدنا وثيقة متكاملة نظرا للتجارب السابقة اللي تذكرت ونظرا لذلك القط وعدلنا من التخزية بينا ومن الكذب علينا اللي ماني راجع بضركاتيها. قلنا عن هذا الحوار اللي لين عدل بضركاتيها عنه لا بد أن يعود عملية سياسية متكاملة وشاملة. ولذلك السبب طرحنا جملة من الممهدات. هذه الممهدات اللي طرحنا قلنا عنها ان دور النظام يعدلها من اجل بناء اللي قالوا الثقه اللي مفقوده بيننا احنا وهو. ولين خرصوا هذه الممهدات اللي طرحنا احنا عباره عن مجموعه من القوانين اللي معطله. كان يالت النظام يعود احرص هو على انه يطبق القوانين اللي يالت يعود مهم عنده تطبيقها من احنا. اذا طيب طرحنا جمله من حنيني اللي نوفي لك ما طرحت لي سؤال يالت نوفي لك اللي نقول تفضل هذه في المرحله الاولى. في المرحله الاولى طرحنا مجموعه من القوانين قلنا عنها يالت تخرص. طالبنا باطلاق سراحه سجناء
طالبنا بعن رئيس الجمهورية يعلن عن ممتلكاته الشبابية. نحن وفات المأمورية الأولى وداخلين اليوم على مأمورية ثانية عاد له تتوهز يقول إن اللي عنده اللي عنده من الممتلكات شنو هو طبقا للقانون الشبابية، هو وكبار المسؤولين في الدولة وكبار الضباط عم يقولوا إن اللي عندهم من الفضاء هذا نوع من الشبابية. طالبنا معنا يعطي تم خفض أسعار المواد الغذائية على المواطنين اللي عانوا اليوم من ارتفاع الأسعار، وخاصة اللي قالوا أسعار المحروقات، هذه أسعار المحروقات اللي خفضت في جميع بلدان العالم اللي مازال النظام اليوم مرافض عنه يخفضها للشعب الموريتاني ويتربح على، أصبحت مصدر من مصادر مداخيل ميزانيته بعد نهب الثروات كاملة اللي كانت في باطن البحر واللي كانت في جوف الأرض. هذا يعني المهم عندنا قلنا عن ويالت يتم خفض أسعار المواد الغذائية. قلنا مولي يعني يعود فهم التزام صريح وعلني من الرئيس باحترام اللي قال بالدستور، خاصة اللي منه يتعلق بالمأموريات الرئاسية. وذاك بسانة طرحناه لك الساعة بين اللي شفنا بوادر لعدم احترام الدستور وسعي النظام الحديث للتلاعب به وللعبث به. قلنا يعني يعود فهم فيها التزام من طرف رئيس الجمهورية بالإضافة لجملة من الإجراءات أنا طيت فيها أمثلة. هذه قلنا عنه كمرحلة أولى يعود هو عملية بناء الثقة اللي لا بد من تسبق، وهذا قضايا موضوعية يلا تتسبق أي حوار. نحن فتنا عدنا حوار دكار وفتنا عدنا ديك الساعة نحن جبهة وعدنا حوارات 2013 سابق انتخابات تشريعية البلدية ونحن منسقية، وجميع هذه الحوارات لم تفضي النتائج ملموسة قادة توخض البلد من أزمة، بل زادت الأمور تعقيد وزادت الأزمة عمق. طيب ولذلك السبب قلنا أن في هذا الحوار قلنا عن في الحوار عن يلتنا نطرحه جملة من المهيدات نختبر بها جدية النظام. وبعدها هم يتعود المرحلة الثانية هي مرحلة الانتقال معنا بالحوار لشوهر. كان لابد لكم أن تطرحوا أشياء إياكم تكسبوا بها ثقة النظام اللي أنتم تقريبا بالنسبة لكم عملية بناء الثقة. عملية بناء الثقة. طيب خليني نستولك أنا ما نقد نحاورك بشروط مسبقة. احنا اللي نتحاوروا مع انك تتنازل انت ونتنازل انا ونقعدوا مصلحة هذا الوطن نشدوا فيه الاخبار اولا. ثانيا قضية انكم تعودوا ماكم داخلين الحوار نتيجة على ان عمر والله زيد محبوس، ماكم داخلين الحوار نتيجة على ان زقيبة مار والله زقيبة دقيق مزيود سعره، هذا بحد ذاته المواطن العادي ما يشوف على انه هو الحل لهذه الازمة. يقول اها وهي نقعد انا وانت على الطاولة ونشدوا الاخبار فلان تحابس فلان بسبب ايش؟ يعني انتم كان المفروض عليكم تقعدوا معاه على طاولة الحوار. عقب ذاك والأهم هذه الأحزاب السياسية الأخرى اللي داخل الحوار يعني ما تقدر أنتم عندكم تقريبا على رؤوسكم ريش طير وهم خلاص لا ماشيين تابعين للنظام. يعني المصلحة تقتضى عليكم تقعدوا وتناقشوا شدوا الأخبار، ما أن علنا لاكدكم يقول أنا شايفة على النظام على أنه قاعد دخلت معه حوار. ظهرنا يا أخباتنا نقبص عمل الأفتوري ظهرنا عن حد يقعد نظام ما بي عن طبق القانون ما يقدر حد يقعد معه. يعني إذا قلت لك أننا نطرحنا جمل الإجراءات اللي جلتها عبارة عن قوانين معطلة يعطي النظام هو اللي ينفذها بعد كذا سابق نطرحها نحن. لذلك السبب نحن نظام يعطي القوانين هذه لا تقبضوا برؤوس الأصبع. نحن لا تقبضوا برؤوس هذه الشروط خفض أسعار المواد الغذائية عن المواطنين. هذه رواية مهمة، هذه مسألة تعني الحكومة والسياسة. يا غير حنيني هذه مسألة تعني الحكومة والسياسة. من درايه كان قضية التصريح بالممتلكات اللي كانوا هو ينص عليه قانون الشفافية ويالت الرئيس يعدلوا. من درايه كان قضية احترام الدستور اللي اليوم ثماتي أطراف في الحكومة أعضاء في الحكومة عبروا عن 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 عن, عن تأييدهم لمأمورية ثالثة للرئيس والسؤال المؤجل اللي جاب عليه من طرف الرئيس طيب من طرف الرئيس في كل لقاء إعلامي من يوسف واللي كانوا ماشيين في 2019 يقول عن حاني تلحق 2019 هو يعتمد فهم احترام مسبق للدستور ويعتمد فهم تعبير صريح عن الدستور عن عبر عنه يعني في خطاب خطاب الأخير لكن يعبر عنه في خطابه الأخير في النعمة أنا مزيد جاي وذاك الخطاب اللي في الحقيقة افتقر للباقة هو ما عبر عنه مفتقر للباقة تماما ذاك الخطاب كان خطاب حقيقة وحكما لا يبقى لأي مستوى هذا في الحقيقة. بالنسبة لنا نحن
هاي ذاك الأمور المعطلة قانونيا هي واتفاق الإطار اللي يجب التأشير عليه ما بين القوى المعارضة وبين رئيس الجمهورية من أجل الانتقال شور المرحلة. قلنا عن هذه المرحلة اللي تتعلق بإعادة بناء الثقة المفقود أساسا وبتوفير مناخ واضح للحوار عنا نختاروا النظام يمشينا فيها رد مكتوب نعدلوا عملية التقييم وبالتالي ننتقل شور مرحلة الحوار الجوهري ولا واقعنا عن فيه شيء ما هو مهم بهذه النظام عطل القوانين ما يلا تمدة تقعد أهقى على أي طاولة اليوم ذم حوار يدور النظام النظام اللي دور من الحوار حوار يخدم أجنداته هو الخاصة وفي كل مرحلة من مراحل السابقة من يعود مقبل على عملية الانتخابات والله مقبل على قضايا أخرى كيف تعديلات دستورية يطلب عن جهة الناس ليتعدل معها حوار هذا الحوار اللي يخلق الصبر هو حوار عددي ما هو مختلف عن الحوارات السابقة هو مسرحيات أبدى النظام لتنظيمها والوسائل عبيد يكون الرئيس رأس النظام ذات حدد مخرجات هذا الحوار اللي مقبل عليه الناس الصبر في خطابه في النعمة ذاك كامل اللي يالت الناس تتوافق عليه هو حوار وحدد في محدد مخرجاته والأجندة اللي دور منه النظام وواضح فيه أنه مقدمة من اللي خطيرة وإذا نختار نأكد عليه مقدمة خطيرة للعدد اللي قال له دستور ولا يالت الناس اختفى عليه إذن عنه حوار مفصل عن مقاس النظام وذاك هو اللي دور وقال مملي عنه يدور اللابي من حضر وعنه قابل الباب لو كان هنالك جدية لو كانت هنالك جدية من طرف النظام في حوار يجمع كافة الأطراف السياسية وكافة أطراف المجتمع المدني وكافة أطراف القوى الحية في موريتانيا من أجل إخراج البلد من من من, من أزمته ما يعود يقول عن الحوار عنه سيكون بمن حضر ويسوى لقاء مجاح السيد الرئيس النظام أو الحكومة الموريتانية مدت أيديها من مدالها لجميع الطيف السياسي على أنه يشارك فيه اللي يشارك وفيه اللي أبى عن الشيء حالا موجود عندنا مجموعة من الأحزاب من المعارضة الصبح اللي تقعد وتشد الأخبار مع الأغلبية ويحاولون يتواصلوا شيء بخصوص هذا اللي قلت على أنه تجاوز الرئيس على الدستور في خطابه في النعمة بحيث على أنه حدد أشياء انا ما اشوف على انه قاع هو حدد شيء وقال على ان ثمه تغيير او مساله لا يخلق فيها شد الاخبار وما قالها لا تعدل يعني يخلق فيها شد الاخبار وهذا حقيقه هو قال عن لا يتعدل صح هو قال عن لا يتم الغاء مجلس الشيوخ يعني عنده قضايا هو يعني ما قال نفسه هو قال انه لا يطرحها على الشعب الموريتاني هو المشكله هنا هو ما طرحها على الشعب الموريتاني حنيني ما يعتقد فيه نفس هو ما طرحها على الشعب الموريتاني هو قال عنه لا يلغي مجلس الشيوخ وعنهم لا يلغوه عنهم لا يلغوه عنهم لا يعدلوا الحوار على أساس أنا قاعد نواهدي عن ذلك معينه قاعد الحوار معينه مش الدخبار أنت بسم حيلة تقدر تعدل الحوار نحن اليوم لا يمكن عن الوعود همات فيها حوار مع نظام يمتلك كافة السلطة التشريعية والتنفيذية ويتحكم في الاقتصاد ويتحكم في الإعلام العمومي ويتحكم في الجيش ويتحكم في كل شيء وراني السيد ما شرط عنه من المهدات اللي طارحين قضية اللي قالوا دمج كتيبة بازل في قوات المسلحة من هذه المهدات اللي ندوره بها اللي هي على الأخبار يكون السيد الرئيس اسمح لي انتم بقولكم عليكم ماكم قاع قابل ان تدخلوا يكون نفوت يعدلكم هذه النقاط وهذا ما هو طرح ايجابي لمدة من يعطي تعود تراعي في مصلحة هذا الوطن المفروض على انها تتنازل اياك انها تقول والله على الاقل هذه الطلبات اللي عندكم في قضية بازب وقضية تطريس المحابس وقضية الاسعار وقضية اقعدوا جيبوا طرحوا على طاولة المفاوضات ما هي عيب ولا شيء انا شرط لك عنه نحن في السابق ان كانت عندنا تجارب مريرة مع هذا النظام وفتنا مشينا معها في حوارات ما هي مسبقة بأي اشتراطات لذلك السبب نحن المرة حاصل حريصين على اختبار جدية النظام ومدى أهمية عنده هذا الحوار اللي مقبل عليه ولذلك السبب وضعنا هذه القضايا القانونية اللي ظهرنا عن النظام يرتفع على حرص وعلى تطبيقها مننا نحن ما مستعدين عن نقعد مع نظام ما بيطبقه القوانين وما بيشد من أخبار الحوار ما هو ذاك اللي يدور هو رواية أخرى ما يدورها ما يقبلها تجي في الحوار ولا يقبلها تعود من الأمور اللي مناقشة ويعود يدعي الحوار مولي في كل مرة وردا كان نختار نقول عند الجو اليوم اللي جاي في هذا الحوار عنه جو كاع ما هو بعد ما هو ما هو ملائم على شكل الاخبار بيدي نحن اليوم هم انتكاسه في اللي قالوا مجال الحريات شباب معارض تم الزج به في السجن احكام قضائيه كانت قاسيه
بما في تردي لأوضاع المواطنين على كافة معنى أن نحل الحوار أزمة اقتصادية نحل ننفوت نعدل تهيئة نعدل تهيئة طيب هي التهيئة نعمل للصبح لين نشد فيها الأخبار نعدل تهيئة نحن نعدل التمهيدات لهذا الحوار نحن نشد أخباره إذا ذاتي خلقت التهيئة والمناخ من القضايا الجوهرية اللي تتعلق بالدولة ونحن حددناها في الشق الثاني من الوثيقة اللي كانت مقدمة ونحن بعد نسكي وهذا هو الموقف اللي عند تكتل الكوى الديمقراطية والموقف اللي عند حزب التناوب الديمقراطي أن أي حوار لم يسبق بالرد المكتوب على الممهدات وتعد العملية تقييم بعد ذلك ويقرر ما إذا كان سينتقل إلى المرحلة الثانية من الحوار الجوهري والله بعدها إحنا بعد الحوار ما نفي وظهرنا عنه حوار ليعود مضيع للوقت قبيل شرط لك عن ذم صنفين من الحوار هذا هو بالنسبة لنا الحوار اللي ندوره بالنسبة للحوار الآخر اللي دور اليوم هو حوار عددي يكرس سياسة الأمر الواقع يدور مدة عدل وغطاء شرعي الفساد والتجاوز شرعي والظلمه ونحن ده ما نكابرينه نحن حوار ما هو له يفضي وده ما نجاح دينه العملية التغيير النظام اللي ظهرنا عنه موصل تغيير النظام ذيك تغيير نظام جذري يعني تغيير الجذري نهائيا معنى انزاح النظام تقريبا نظام ما هو له اسس المرحلة الجديدة من التداول السلمي على السلطة نحن ما لهنا ندخل فيه نهائيا بين اللي ظهرنا عنه موصل هذا السلمي على السلطة هو التناوب السلمي على 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 السلطة يعني انتخابات تعود شفافة ونزيهة وهذه خلقت وانتم ترشحتوا فيها وترشحوا فيهم واحدين وفيكم اللي جاءوا الانتخابات اللي ضبطي في قضية بداية الحلقة وفيكم اللي عاد في البرلمان وفيكم اللي ما الذي حصل هذه الانتخابات اللي قاطعها الطيف المعارض الواسع المستوى الوطني ومعروفة احنا ما فتنا ان شاء الله بعدنا عنها الانتخابات اللي بعد 2014 هذه الانتخابات كانت انتخابات غير نزيهة وغير جادة وغير موضوعية والدليل على ذلك انها قاطعت احزاب المعارضة عن اخرها وعن اليوم المجموعة اللي موجودة في المعاهدة ما شاركت في ذيك الانتخابات ثانيا سحبت منها شخصيات ذيك الانتخابات اماطت اللثام عن التبعية واضحة للجنة المستقلة للانتخابات للدولة واستخدموا فيها القضاء واستخدموا فيها الموارد الدولة واستخدموا فيها رجال القبائل واستخدموا فيها الأئمة واستخدموا فيها القوات المسلحة لذلك السبب هذه الانتخابات ما هي نزيهة ولا هي مثال وهذا هو اللي نحن اليوم ندور نعالجه من خلال أي حوار الانتخابات ما هي نزيهة ولا هي مثال بالنسبة لكم يا قار دائما يبقى المواطن موريتاني مطروح بين مسألتين لكم أنتم تشوفوا على النظام على أنه فاسد وعلى أنه جميع المساوئ فيه ويبقى النظام يشوف عليكم أنتم عندكم عقدة نفسية أو أزمة نفسية في نهاية هذه الحلقة من برنامج الحدث الأبرز أشكر باسمكم ضيفي السيد سيدي ولكل الأمين العام لحزب التناوب الديمقراطي إيناد كما أشكر باسمكم أيضا الزملاء سيدي محمد الكوري في هندسة الصوت ومحمد سالم مولى الخليل في الإخراج وهذه تحياتي الشيخ المدول بن إشارة دمتم في خير سيد الرئيس